عندي 90 عام وحنا هنايا، با ماتي هنا امي ماتت هنا، وانا ملي عطوني الراجل بنت 14 عام كتبوا عليه الجوره، هما ماتوا وانا بقيت هنا، وانا ولدت وليداتي كاع حنا ولادي ولدو هنا، وحنا راه بقينا والزباله اللي جا من ورانا راه سكن، واللي جا من ورانا عطاوه، واللي جا من ورانا وحنا راه شكيت تعيت، راه الشكايات عندي راه ماشي ما عنديش، شكيت للعامل، شكيت للقايد، شكيت للوالي، شكيت للعمده، والشكايات رانا عندي اللي شكيت ليه ما دار معايا والو، وحنا راه باركين وسط الخنز، ها هو واد منا هوك وواد منا هوك وواد من ورانا، وحنا رحنا باركين الحمد لله والشكر لله، على من غنشكي؟ نشكي على سيدي ربي هو اللي بقى، ما عنديش اوليدي على من نشكي، اولادي ضاعوا، اولادي جوج ما خدامينش، الخدمه هنايا الناس كاع خدامه في هاد هادي، ولادي حابسين هما مخليين نمشي خدمه، وما عرفنا احنا مواطنين ولا ماشي مواطنين، الله يعلم الله يعلم، لا عندنا شي دوله يدونا لها، وهادشي اللي كاين. ضدش ولادي راه كلشي شدتهم الحساسيه، كلشي شدهم الحساسيه ديال النيوف، كلشي كل هو اللي حمدنا ربي وشكرنا، احنا صابرين ما عندنا وليدي ما نديرو، اش غندير؟ احنا شكينا القايد ما دافينا، شكينا العامل، شكينا الوالي، شكينا العمده، ما خلينا فين مشينا، راه عندي فينا هي ديال راه اشكار ديال الشكايات، وانت واحد ما دافك، راه احنا حمدنا ربي وشكرنا، راه احنا باركين نقاسيو، وانا الله ينصر سيدنا، سيدنا اللي بقى لينا، الله ينصر سيدنا، ولا بغى يشوف فينا ويديرنا بحالنا بحال الناس، راه هو كل شيء عليه. الله ينصر سيدنا، والله ينصر الوطن، هذا الشيء اللي كنطلبوا.